السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاد المعدات غير تنشوفوها تنعرفوها بأن ديال التأكيل اليدوي ديال الطيور زيادة على الافانتيان. الماء ديال الخابية ولكن دافي سخون. هذا الطبيصير فاش غادي نخلطو الافانتيان، وهذا باش نحطو العشيش ديال الوليدات. أول عش، أول وليدات، أول تزقاق. طلبوا الله خير. رانا مشجل شكون هو با وامهم، ولكن تما من بعد دابا هادو غير لقطات غادي نصوروهم باش نحفزو شويه الاخوان المبتدئين. انا نطلع نجبد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اول فقس عندنا في المزرعه هذا الموسم هذا ديال 2024. هذا ذكر ديال ساتيني مع انثى ديال البرتغالي المهرج البرتغالي ما شاء الله. الله الا فوجئته، باقي انثى بكريه ما شاء الله، عندها جوج ديال الوليدات. نسال الله التوفيق، يمكن يلا تفقسوا اليوم، باقي ما واكلينش ما شاء الله ما شاء الله. طلب الله خير سبحانه وتعالى، اللهم بارك اللهم بارك وزيد في ذلك ما شاء الله. كنت كنعطيهم يلا، كنت انا حضرت واحد الباطي كنعطيه للطيور، وانا ندوز تنقلب الاعشاش ونلقى هادو فقصوا الوليدات، وغادي نوريهم لكم وغادي نحاول نزقفهم ان شاء الله. الله أول صغار، أول إنتاج 2024 بحول الله وقوته. خليكم تن لل... بسم الله ما شاء الله. الورقة هي ستكون مع الأفانتايا، نشوفو واحد المعلقة ديالي مكيناش، هانتوما ها الخريطة انا غنصوبو غير شوية، عمويها دافية. انا وكلتهم الحمد لله،
المره الجايه نصور لكم الطريقه كيفاش. دابا غير راه تتبان الحنجره ديالهم راه عامره الحمد لله، كلاو ردهم لامهم. عندها 4 ديال البيضات تقصو، دابا 3 اليوم فقص التافت، الباح واحد والباح واحد. قبل ما ينعسو ان شاء الله مراحل غنرجع باش نعاود نوكلهم شويه. انا وكلتهم ان شاء الله مراحل غنردهم للانثى، وكيبقى كلشي غير السخره ديال الله تعالى. حنا مع السخره ديال سيدي ربي، يستر فيهم ويطول لهم الله في العمر ديالهم، الى فيهم البركه وفيهم الخير. هو اللي تيحيي هو اللي تيقتل، هو يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، هو اللي عليه علم. حنا غير مسخرين. خلط ليها شويه، ندير ليها شويه ديال الافانتيه في الباطي ديالها اللي كتوكل به. الله هادشي اللي كاين. هادي هي الانثى والذكر، هذا هو هادي هي الانثى والذكر. نسال الله التوفيق، الذكر ساتيني صفر والانثى ها هي ما شاء الله. طلب الله خير.